في آية الربا قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى، ثم قال: فأمره إلى الله، فانتهى فأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ثم ما المقصود في أمره إلى الله؟ هل ممكن لا تقبل توبته؟ الأمر لا في كل شيء، بارك الله فيك. يعني إذا قلت أستغفر الله هل يلزم أن يقبل الله استغفارك؟ هل هذا ما مرده إلى الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.